كيف لقيتيني؟ شو جابك؟ سمعت إنه سكرت محل السمك وفكرت إنه بسببي سكرته، ولهذا السبب إجيت، بس لقيت حالي إني مديونة لحضرتك بشكر كبير تاني، لأنه الشغل اللي عم اشتغل فيه هلأ أنت أمنت لي إياه. مو مهم أبداً، العطاء سهل إذا بتقدري، لهيك ما في لزوم تشكريني. طيب ليش اخترت تترك الماضي؟ في كتير ناس بيتمنوا يكون عندهم اللي عندك. أنا جاهز بادل مع أي واحد بيطلب إنه يعيش مكاني، بس عندي شرط واحد، خلي يرجع لي ابني. في حدا بيقدر على هالشي؟ أنا ما كنت حاسس بالغنى الحقيقي اللي كنت فيه، بس بموت ابني حسيت إني ما بملك شيء، انعدمت. أنا إنسان سيء جميل. اللي عم بيخليك تقول هيك هو الألم اللي جواتك. لا، اللي عم يخليني أقول هيك الحقيقة الواضحة والمرة، ومرة كتير.